صلاح 4، عبد الرحمن سعودي رقم 5، شريف احمد 6، محمود رؤوف رقم 7، محمد معوض 9، محمد عادل 10، احمد عبد العال 11، حسام يوسف ورقم 12، محمد عبد المنعم رقم 13، احمد قطب. وطبعا سلامات بقى لاحمد قطب، رجع كده بالسلامه بعد الاصابه اللي كان تعرض لها في البطوله الافريقيه في العام الماضي. احمد سعيد 18، محمد رمضان 17، يوسف الصافي من اللاعبين الناشئين تحت 20 سنه رقم 19، يوسف مرجان رقم 20. نادي الزمالك بيمثله النهارده طبعا بقى الحاوي اشرف ابو الحسن واشرف محمد، محمد جبل ابو السعود، محمد شهاب الدين طارق، اشرف ابو الحسن، محمود اشرف، محمد الحسيني، سيمو فيتش وده محترف من مونتينيجرو في الجبل الاسود، احمد يوسف، عمر عرابي، عمر ايهاب، محمد مجدي، محمد علي، رضا هيكل، محمد عبد المحسن، مصطفى دبشه، احمد عزمي، احمد ضياء. طبعا تشكيل الاجهزه الفنيه لكلا الفريقين احنا بدانا حفظناهم طبعا من البدايه، الكابتن ميدو مصلحي مكمل مع الفريق موسم متالق جدا، فاز بالبطوله الافريقيه وادي المباراه على بركه الله بتبدا، واستقبال كان خاطئ من الزمالك وكره كده بترجع بحائط صد ثلاثي من عبد الرحمن وحسام، بيبدا النهارده المباراه حسام. وبيرجع على الارسال محمد عادل دولا. ارسال فلوتر مع الوسط، ارسال سريع ولكن خارج الملعب يا دولا، والنتيجه في البدايه كده سجال ما بين الفرقتين، واحد الاهلي واحد الزمالك. طبعا ميدو مصلحي بقى المدير الفني للاهلي وكابتن تامر مجدي مدرب عام ومحمود جمعه مدرب واللواء خالد ابو زينه مدير اداري وحسن عبد المجيد مخطط احمال، احمد سعيد محلل تقني، هيثم الضبع علاج طبيعي، ايهاب فخر الدين طبيب، عبد الرحمن مكي مدلج، ايمن علي اداري. وادي جمله كده من النادي الاهلي داخل حدود الملعب من مركز 4 من اللاعب رقم 11 احمد عبد العال اللي بيبدا بيه المباراه. بيرجع حسام على الارسال صانع العاب النادي الاهلي. 2 الاهلي 1 الزمالك، لسه بقى ما سخناش كده مع المباراه، ولكن طبعا الديربي الشهير ما بين الاهلي والزمالك خلال اللقاء هنقول لحضراتكم النتائج للفرق في الموسم 2019، وكمان هنسرد كده مع بعض تاريخ الفرقتين في البطوله. وادي ارسال قوي مع استقبال خارج ال 3 متر كده بيشدوا المعد ولكن هيكل في الشبكه. بدا كده الاهلي يتفوق الى حد ما في بدايه الشوط الاول، 3 الاهلي 1 الزمالك، وحسام بيطلب تغيير الكوره. ما زال على الارسال حسام يوسف. بيمتلك النادي الاهلي 2 من اطول المعدين في مصر وهو حسام يوسف وعبد الله عبد السلام بخبرته طبعا العاليه، وادي الحاوي بقى بيرفع كوره كده اشرف ابو الحسن، كوره من منتصف الشبكه بنقطه مباشره لنادي الزمالك. عارفين طبعا ان الزمالك عنده اعاره للاعبين، احمد اسامه كان اخذه من بتروجيت وسعد محسن اعاره لنادي سبورتنج. ورجع دبشه على الارسال مصطفى دبشه. 2 الزمالك 3 الاهلي، وارسال خارج الملعب. طبعا هيعتمد بقى الزمالك على الارسالات القويه املا في انه يبوظ الكره الاولى على النادي الاهلي، لان طبعا القوه متمثله في منتصف شبكه النادي الاهلي. ورجع عبد العال على الارسال، 4 الاهلي 2 الزمالك، ارسال سريع لكن استقبال جيد ومتقن، وادي كره في مركز 4 في حوائط الصد خارج الملعب. زي ما احنا شايفين كده مع بدايات المباراه ماشيه سجال ما بين الفرقتين. راجع محمد عبد المحسن على الارسال، لاعب منتخب 23 سنه اللي محقق خامس عالم بكاس العالم اللي فات، وارساله فلوتر سريع وفعلا مؤثر واستقبال كده اي حاجه وترجع الكوره ولا ايه، لا ما رجعتش فعلا. وزي ما قلنا هيعتمد بقى الكابتن او الدكتور حسام عبد العزيز اللي تولى قياده نادي الزمالك قريبا خلفا للكابتن او للحاج احمد مصطفى، كل الشكر ليه طبعا على الموسم اللي قدمه. وطبعا مرحله جديده بقى بيبداها نادي الزمالك بتكوين فريق قادر على المنافسه. تاني جربها محمود رؤوف رقم 7، ويرجع على الارسال محمود رؤوف بفارق 3 نقاط للنادي الاهلي. ارسال برضه فلوتر مع الوزب ولكن بطيء المره دي من مصطفى دبشه، يستقبله جيد جدا ولكن حوائط صد عاليه قوي من دوله وحسام يوسف
ما شاء الله عادل 2 متر 11 وعنده ارتقاء للضرب 3 متر 62 ولحوائط الصد 3 متر 56 وطبعا حسام يوسف 2 متر و4 وعنده ارتقاء 2 متر 48 في الاتاك و2 متر 41 لحوائط الصد. وادي تاني استقبال جيد جدا وكره من منتصف الشبكه قويه جدا من شهاب ولكن بقى استقبال من فريق النادي الاهلي في البدايه عايز يتصيد اللقاء زي ما قلنا وترجع تاني برده لشهاب والمره دي بقى معوض كده تاخد الكره ايد البلوكات وتغير اتجاهها بنقطه مباشره للنادي الزمالك. شايفين ان بدا يبقى فيه نديه واشرف ابو الحسن بقى بيستغل تعليمات الدكتور حسام عبد العزيز ويشتغل من منتصف الشبكه مع ان معاه عادل بس بيبعد شهاب كده بكره وان اوبن بعيد عن حوائط الصد. وادي ارسال سريع وبرده المشكله في الاستقبال قلنا دي اللي هيلعب عليها نادي الزمالك وبترجع كده كره سوفت بول وادي اشرف ابو الحسن يعكسها في المنطقه الخلفيه مركز واحد بياخد برده ايد حوائط الصد ومفيش دفاعات جيده كده من البدايه. قرب الفارق لنقطتين 8 الزمالك 10 الاهلي. وعلى الارسال شهاب برضو وارد من نادي الشرطه اشتراه نادي الزمالك ليدعم صفوفه بقاله 3 مواسم او 4 مع نادي الزمالك طبعا تم ثقله بقى خلال الفتره دي لمشاركات الزمالك الدوليه. وادي تاني بيقلب حسام كده في مركز واحد ولكن حوائط صد قويه من مصطفى جبشه كان برضو في صفوف نادي الشرطه. وما زال شهاب على الارسال 9 الزمالك 10 الاهلي. شد حيلكم شويه يا اولاد انتم محتاجين المباراه لانها ديربي ولكن طبعا احنا بنبارك لكم على البطوله ولكن طبعا مباريات الاهلي والزمالك بطوله مستقله في حد ذاتها. وارسال ضايع من شهاب بيرجع دوله في اللفه الثانيه للفريق على الارسال 11 الاهلي 9 الزمالك. وارسال كده مموج من دوله ولكن استقبال جيد من مصطفى ورضا هيكل بيضرب كره قويه جدا ودفاعات قويه وترجع تاني لمصطفى دبشه اللي ضرب فيه حوائط الصد ولكن بقى تغطيه هايله من احمد عزمي وترجع تاني بدفاعات قويه لحسام وادي في مركز اربعه بيحاول يعملها اسقاط كده عبد العال ولكن بتخدعه وتنزل في الشبكه ويقرب الفارق تاني لنقطه واحده. وبدات المباراه في شوطها الاول تاخد طابع الحماس والنديه من الفريقين وده طبعا كله لرفعه مستوى منتخب القومي. واشرف ابو الحسن على الارسال ارسال كده اخر ملعب لكن استقبال جيد المره دي وادي كره قاتله قويه جدا من فوق حوائط الصد من فوق محسن من عبد الرحمن الاثنين من اللاعبين صغار السن ومستقبل قوي لمنتخبات مصر. حسام على الارسال ارسال قوي جدا ولكن خارج الملعب يا حسام. ما زال الفارق نقطة واحدة لصالح النادي الأهلي وشايفين بقى التبديل اللي بيتم بين ليبرو فريق نادي الزمالك بيدخل الحسيني في الدفاعات ورضا وأحمد عزمي في الاستقبال ومصطفى دبشة إرسال فلوتر ولكن بطيء قوي مع استقبال جاي جدا من رؤوف وأدي من منتصف الشبكة لعبد الرحمن تاخد إيد حوائط الصد كده تعمل تاتش بيشاور عليها الحكم الدولي وائل انديل والحكم ايمن الذهبي. بيرجع الارسال لعبد العال في النقطه 13 للنادي الاهلي بفارق نقطتين عن فريق نادي الزمالك. كره فلوتر كده مع ارسال سريع ولكن استقبال جيد ومتقن بيعكسها الحاوي اشرف ابو الحسن يخلخل بيها حوائط الصد يضرب على طول يوسف ما يكذبش خبر ويجيب نقطه مباشره من مركز اربعه. لازم شويه نتحرك كسنتر بلوك يتحرك مع اتجاهات الاعداد. 12 الزمالك 13 الاهلي. محسن على الارسال ارسال سريع برضو ولكن استقبال اكتر من رائع بيحاول فيه كده حسام بيجيب الكره من الحافه العليا للشبكه وهنا شايفين اشرف ابو الحسن ككابتن فريق بقى بيعترض على ايه؟ بيقول ان الكره عدت الحافه العليا للشبكه وحسام جايبها من جوه ملعب الزمالك طبعا عشان طول القامه لحسام وحسام كان في المنطقه الخلفيه ولكن هنشوف القرار راجع للحكم الاول هل هيستشير فيها الكابتن وائل انديل ولكن هي الكره بتاعته هو اللي يقدر يحدد الكره عدت ولا لا بكاملها من فوق الحافه العليا للشبكه. ما زال فارق نقطتين 14 الاهلي 12 الزمالك.
الاهلي لعب 13 مباراه حتى الان في النهائيات، فاز في ال 13 ما شاء الله بدون هزيمه، له 39 شوط وعليه 3، له من النقاط 38 نقطه. الزمالك لعب 13 فاز في 10 خسر 3، له 31 شوط عليه 12 بنقاط 30 نقطة، طبعا الفارق 8 نقاط قبل المباراة دي. وبيرجع عبد الرحمن سعودي على الإرسال وبدأ يتسع الفارق مرة تانية، 15 الأهلي 12 الزمالك. إرسال سعودي كده فلوتر مع الوزب سريع ولعبه آخر الملعب، ولكن خارج حدود الملعب يشير إليها حامل الراية. رضا هيكل يرجع على الارسال، 13 الزمالك 15 الاهلي. وبيجهز بقى كابتن حسام كده تبديلاته زي ما احنا شايفين على الشاشه. ارسال قوي من رضا هيكل ولكن استقبال اكتر من رائع من معوض، وادي بقى بيطير في الهواء رؤوف ويضرب كده تاخد دفاعات، وادي سرد بلوك ولكن ترجع تاني لحسام بدفاعات قويه، وتاني رؤوف بيضرب ولكن تاخد المره دي ايد الحسيني وترجع على خارج الملعب بالنقطه 16 والتايم اوت او الوقت المستقطع الفني الثاني. كنا قلنا لحضراتكم مشوار نادي الاهلي في البطوله او في النهائيات ب 13 مباراه فاز فيها، ولكن مشوار بقى نادي الزمالك تعرض لثلاث هزايم هنقول لحضراتكم. في الجوله الاولى فاز على سبورتنج 3-1، الجوله الثانيه فاز على الطيران 3-0، الجوله الثالثه فاز على طرائع الجيش ب 3-0، في الرابعه فاز على الاتحاد السكندري 3-0، في الخامسه فاز على سموحه 3-0، خسر عفوا من سموحه 3-0، ودي كانت اول خساره لنادي الزمالك داخل النهائيات. بعد كده فاز على السويس او هيئه قناه السويس ب 3-0، رجع تاني خسر من الاهلي 3-1 كانت الهزيمه الثانيه، الفوز بعد كده على سبورتنج 3-1، بعد كده فاز على الطيران 3-0، بعدين على طلائع الجيش 3-0، وفاز على الاتحاد السكندري 3-1، والخساره الثانيه اللي اتقابله من سموحه 3-0 داخل النهائيات. وهنشوف بقى هيسفر عن ايه اللقاء بحصول النادي الاهلي بالدوري العام بصرف النظر عن نتيجه المباراه، ولكن طبعا يهم جمهورنا العزيز بقى ان النادي الاهلي يحصل على ثلاث نقاط ثمينه وغاليه من الديربي الشهير بينه وبين الزمالك. احمد سعيد ارسال كده فلوتر سريع ولكن استقبال غير متقن المره دي من ليبرو نادي الزمالك، وكره كده بيرجعها احمد يوسف ولكن في بطن الشبكه. يا احمد 17-13 بدأ الفارق يتسع مرة أخرى بأربع نقاط للنادي الأهلي، ومازال أحمد سعيد على الإرسال اللي بيلعب كروس المعد النهاردة بدلا طبعا من أحمد صلاح اللي حاسس كده بنزل برد وشد خفيف في مباراته مع الجيش. وأدي كرة غير متقنة بيعديها هيكل وفي لمس شبكة من رؤوف أو عادل، هنشوف الحكم أشار على مين. المهم إن نقطة لنادي الزمالك ويقرب الفارق مرة تانية 14-17. يرجع احمد يوسف من نادي الزمالك على الارسال بعد كده فتره قعدها في نادي الجيش، رجع الموسم ده لنادي الزمالك مره ثانيه، وادي كره من منتصف الشبكه من تتضرب من شهاب ياخدها كده عادل بيه او بعيد عن الشبكه بعيد عن حوائط الصد، يضربها داخل حدود ملعب نادي الزمالك بقوه واقتدار، ويتسع الفارق مره اخرى لاربع نقاط 18 الاهلي 14 الزمالك. وارسالات ثاني مؤثره ولكن خارج الملعب يا رؤوف، لازم نتقن ارسالاتنا شويه عشان نتسيد اللقاء من اوله. يرجع شهاب على الارسال رقم 5 لنادي الزمالك، شهاب الدين طارق مركز ثلاثات، لاعب ما شاء الله طويل القامه 2 متر 6، وادي كره كده سهله يستقبلها معوض صابع على طول، وادي من فوق حوائط الصد ولكن تاخد ايديهم كده من حافه غاليه من الشبكه وتطلع خارج الملعب. بيوجه الدكتور حسام بيوجه بقى شهاب يلعب الارسال على اللاعب رقم ايه عشان ياثر على استقبال فريق النادي الاهلي ويقلل من القوه الهجوميه للنادي الاهلي، وفعلا هنا وجهه يلعب عند رؤوف ولكن استقبال متقن، وادي ضرب قوي جدا من فوق حوائط الصد للاعب رقم 11 احمد عبد العال اللي اثبت وجوده المرحله الاخيره كده، ومن يوم ما كان موجود في الاهلي بيستخدمه كابتن ميدو في المواقف الصعبه. والنهارده طبعا لان احمد سعيد اتنقل مركز 2 مكان احمد صلاح اللي عنده كده شعور باجهاد شويه بعد مباراه الجيش ونزل برد جياله، بيستخدمه الكابتن ميدو
للقاء. وادي استقبال جيد من مصطفى وكره في سنتر الشبكه لاحمد يوسف، كل بيشير انها خارج ولكن هي طبعا داخل الملعب. الحسيني بيلعب بديل لليبرو او بيلعب ليبرو النهارده وبيشارك في المهارات الدفاعيه زي ما قلنا. وادي سكرين بيتعمل على الشبكه طبعا لاشرف ابو الحسن اللي ارساله بيبقى مؤثر ونجح السكرين ونجح الاستقبال انه يبقى خطا، ولكن احمد عبد العال بخبرته كده يحطها في ايد حوات الصد ويقلب اشرف ابو الحسن لكره جامده جدا. وتروح فين بقى حوات الصد مركزه معاك النهارده يا اشرف، وبتبص لكل كوره وبتحاول كده تعمل فارق كويس في الشوط الاول يريح الفريق ويخليه يفوز بالمباراه بنتيجه قويه. يرجع حسام ولكن ادي وقت مستقطع يطلبه الدكتور حسام عبد العزيز اللي تولى مسؤوليه نادي الزمالك في الاونه الاخيره حوالي 7 مباريات اظن او حاجه زي كده استلم فيها قياده نادي الزمالك. وطبعا صعب ان هو يغير سيستم او يغير لاعبين في نهايات الموسم، ويعتبر هو مرحله انتقاليه بس عشان الموسم الجديد، وده ما يخليناش نغفل طبعا دور نادي الزمالك في انه يرجع تاني للمنصه ويرجع ينافس النادي الاهلي، وهو ده حب جمهورنا بقى الديربي الشهير ما بين نادي الاهلي ونادي الزمالك. ما زال الارسال للاعبي النادي الاهلي 20-17 وارسال قوي من حسام، ولكن المره دي لعبه كده بريست ايديه عشان راجع من تايم اوت وترفع في مركز 2 لمصطفى دبشه تاخد كده حضن البلوك وتنزل في ملعب النادي الاهلي بنقطه مباشره للزمالك ويقرب الفارق. لسه الشوط ما خلصش يا اولاد، فارق نقطتين مش كتير ابدا على نادي عريق زي نادي الزمالك. لازم ندعم شويه حوائط الصد والتغطيه على الضاربين تكون ازيد شويه. وادي مصطفى تاني ارسال كده سوفت بول زي ما بنقول ويستقبلها جيد رؤوف وتترفع في مركز 4 للمتالق احمد سعيد رقم 18 وارد طبعا او قادم من الشرقيه للدخان، بقى له حوالي 4 أو 5 مواسم مع النادي الاهلي. طبعا بقى تطور مستواه بشكل كبير جدا لقوه واحتكاك المنافسات مع النادي الاهلي. وادي كرة كده برفع خطا مش وقتها خالص ما بين محسن والحاوي اشرف ابو الحسن، اختار تايم صح ولكن طبعا التنفيذ ما كانش على الدقه والاتقان، وينقل النادي الاهلي للنقطه 22-18 بفارق 4 نقاط ويقرب اكتر لنهايات الشوط الاول. ارسال كده سوفت بول بيأثر بيه على الاستقبال، ولكن تاني مصمم اشرف مع احمد محسن اللي مش مظبط معاه. وادي كره من ليبرو الفريق محمد معوض واتضربت كره قويه جدا داخل حدود الملعب باقتدار كده من احمد سعيد، وكان في دويتو متفاهمين فيه معوض واحمد سعيد. 23 الاهلي 18 الزمالك، والوقت المستقطع الثاني لنادي الزمالك بيطلبه كابتن الفريق او مدرب الفريق كابتن حسام عبد العزيز. متوسط الاعمار بنجد ان النادي الاهلي متوسط اعماره كبر شويه 30 سنه، عندنا لاعبين كتير تخطوا حاجز ال 30. بالنسبه للزمالك متوسط الاعمار عندهم 24 سنه، متوسط الطول لصالح النادي الاهلي 1.97 للزمالك 1.92. طبعا كباتن الفرقه هنا بيتميزوا بقى بخبره عاليه جدا عبد الله عبد السلام بالنادي الاهلي واشرف ابو الحسن في صفوف نادي الزمالك. الترتيب طبعا في الدوري خلاص زي ما قلنا بطل الدوري حتى الان خلاص بصفه رسميه هو النادي الاهلي والمركز الثاني نادي الزمالك، سواء في خساره لا قدر الله او لا، ولكن طبعا زي ما اتفقنا مع جمهورنا الحبيب ان ده ديربي ما بين فريقين كبار ليهم تاريخ في الكره الطايره والالعاب عموما بنلاقي ديربي ما بين الاهلي والزمالك. وادي الرفعه الثالثه برضو لاحمد محسن بتصميم من الحاوي بقى اشرف ابو الحسن، ولكن اول كوره كانت خطا في الاعداد، الثانيه كانت خطا في لمس الكره من احمد محسن ونزل السهله في ملعب الاهلي، الثالثه برضو كانت خطا. وهل التصميم ده بيدينا كده رساله من الكابتن حسام عبد العزيز ان الشوط اللي جاي هيبدا يشتغل على السريع كتير، ولا بيعمل خداع عشان يوقف منتصف الشبكه مع الاهلي؟ هنشوف طبعا مع مجريات الاحداث للشوط الثاني. وادي كره كده في حوائط الصد في اخر ايد حوائط الصد لاحمد يوسف وشهاب من اللاعب احمد سعيد اللي نقدر نقول عليه دلوقتي الشاب المخضرم اللي بدا يكتسب خبره عاليه ومن احسن اللاعبين الموجودين في جمهوريه مصر العربيه دلوقتي طبعا والمنتخبات.
شهاب على الإرسال عبد الرحمن سعودي رقم 5 24 19 للأهلي ونقطة تفصله عن الشوط الأول. وأدي استقبال خاطئ لكن طبعا أشرف بيوديها وترجع سهلة كده من أحمد يوسف. وأدي حسام بقى بيلعب السريع اللي ما بيلاقيش أي صعوبة محمد عادل لإنهاء الشوط الأول بنتيجة 25 19. وشايفين كده بوادر الاحتفال على وشوش النادي الأهلي، لكن بنقول للاعبتنا لسه بدري، لسه في شوطين، وعارفين انكم ابطال الدوري، ابطال افريقيا، ابطال الكاس، ولكن طبعا بيهم جمهورنا الحبيب بقى اللي ممكن يكون النهارده المباراه بعيده شويه عنه، ولكن هو بيؤازر فرقتنا من داخل جدران النادي الاهلي على شاشات قناه النادي الاهلي العريق، نادي القرن، نادي النسر المحلق. طبعا كل الشكر لجمهورنا العزيز اللي هيتابع لقائنا على صفحات اليوتيوب بقى وبتنقلها لنا قناه النادي الاهلي، مش سايبه اي محفل من المحافل الاعلاميه الا لما بتوصل لجمهورنا الحبيب في مختلف بقاع الارض. قد ايه فرقتهم متميزه وقد ايه قناتهم متميزه. كل الشكر لاسره قناه النادي الاهلي. بنسيب حضراتكم كده في استراحة سيارة بس للفرقتين ونرجع تاني لمجريات الشوط التاني. الحكم الثاني الكابتن وائل انديل في تسليم دورانات الفرقتين للترابيزه لمراجعه طبعا دوران كل فريق، وطبعا عارفين ان اخطاء الدوران لو حصلت بتكلف الفرقه كتير قوي. واستأنف الشوط الثاني وهنقول كده مع حضراتكم خلال مجريات الشوط الثاني مقارنه او منافسه ما بين فريق نادي الاهلي ونادي الزمالك في عدد مرات الحصول على بطولات الدوري الممتاز وكأس مصر وكأس السوبر وبطولة افريقيا والبطولات العربية. طبعا احنا مع حضراتكم النهاردة في امسية كده على قناة النادي الاهلي، وكان قبلينا مع اسرة ملوك الصلاة الكابتن القدير كابتن خالد وضيوفه الاعزاء الكابتن ممدوح اسماعيل وكابتن كريم جمعة. على بركة الله بيبدأ الشوط الثاني بعد تفوق النادي الاهلي في الشوط الاول 1-0. ويمكن بنسبه كبيره من المشاهدين او المتابعين كانوا متوقعين النتيجه بالنسبه للنادي الاهلي لاستقراره واستقرار اجهزته الفنيه واستقرار لاعبيه، ولكن طبعا ده لا يعيد ابدا على ان الزمالك بيحاول يعود للمنافسه في اخر يوم للقاء ويسيب كده ذكرى طيبه في بطوله الدوري 2019. واللي بيكون بقى بقياده المستشار مرتضى منصور وبيجدد جهازه الفني وبيحاول كده يرجع تاني للمنصات عن طريق بطولات الناشئين اللي الزمالك السنه دي يعتبر الناشئين ما حصدوش اي حاجه فيها، والاهلي تسيد اللقاءات كلها او البطولات كلها. وادي جمله رائعه من المخضرم بقى حسام اللي قادر كده يبص بطرف عينيه لقى البلوك طلع مع السريع فرفع فيه المنطقه الخلفيه لمحمود رؤوف. واللذيذ والجميل قوي في صفوف النادي الاهلي انه بيلعب كله بسيستم واحد، اي لاعب يستجيب لهذا السيستم مع فروق بسيطه جدا للامكانيات الفرديه. وادي استقبال خارج حدود الملعب بترفع اي حاجه وترجع كده باقتدار، ولكن طبعا هنا بقى في شويه تراخي كده نقدر نقول عليهم او سهوله في الاداء بنحسب بيها على النقاط المتتاليه 2 الاهلي 0 الزمالك. هل فريق الزمالك نازل عشان يجيد في الشوط ويحاول يرجع تاني للقاء، ولا حاسس ان النتيجه ممكن تبقى بعيده؟ ده اللي هنشوفه خلال مجريات او احداث
الشوط الثاني، وارسال ثاني قوي من حسام واستقبال من دبشه وبيرفعها كده المعد سيموفيتش اللي من الجبل الاسود. ولكن طبعا يعني هو كان في بعض التحفظات على وجود معد داخل صفوف نادي الزمالك بوجود اشرف ابو الحسن الحاوي اللي لسه قادر يدي، ولكن طبعا كان من باب اولى ودي رؤيه فنيه بحته ما نقدرش نتدخل فيها، ولكن وجهات نظر بتتناقل كده عبر المواقع ان كان من الافضل الزمالك يدعم صفوفه بضارب قوي يواجه احمد صلاح او يواجه لاعبي النادي الاهلي لمحاوله المنافسه على الدرع. ولكن طبعا انتهى الموسم واكيد في سلبيات هيعالجها كلا الفريقين، سواء النادي الاهلي البطل ما بيقفش عند حدوده بس، ولكن عايز يتخطى طبعا للافريقيه والعالميه والعربيه وبيحاول يعالج كده كل الثغرات اللي موجوده. وايضا نادي الزمالك بصفته بقى النادي المنافس للنادي الاهلي في كافه الالعاب اكيد هيقف على اخطائه وعلى سلبياته اللي كانت موجوده في الاجهزه الفنيه او اللاعبين او الناحيه الاداريه، ويحاول طبعا يدعمها بقدره واقتدار قيادته ومدير النشاط الرياضي، وطبعا بقى كل ده تحت لواء نادي الزمالك. شايفين محمد معوض على الشاشه ابن مدربنا طبعا القدير ولاعبنا الدولي السابق عصام معوض طبعا مع الاحتفاظ بالالقاب. وادي تايم اوت مبكر جدا طبعا، شاف بقى دكتور حسام 5-0 للاهلي، فحس باللي احنا قلناه في اول نقطه، هل الزمالك نازل، هل لاعبي الزمالك نازلين مسلمين خلاص اللقاء؟ وانا ما اظنش ان الزمالك بيعمل كده، ولكن هو اكيد في حاجه كده غلط في داخل الملعب هيعالجها على طول الدكتور حسام. وطبعا زي ما انتم شايفين اصرار وتصميم لاعبي النادي الاهلي على تحقيق نتيجه او افضل نتيجه ممكنه من اللقاء والحصول على بطوله الدوري بدون هزيمه ان شاء الله بعد فوز في النهائيات ب 14 لقاء بعد لقاء اليوم. زي ما قلنا كان مشوار طويل جدا للناديين في الاعوام من بدايه نشاه الكره الطايره او من بدايه دخول الكره الطايره المصري في 1932، واللي تبناها طبعا كان النادي الاهلي بعد بقى ما دخلت كده في 32 وقعد عمل لقاءات مع الشبان المسيحيه اول من لعب الكره الطايره، لانها كانت تلعب طبعا عن طريق الجاليات الاجنبيه وبالاخص جاليات ايطاليا واليونان. ومع انطلاق طبعا اول دوري بقى كان في 1955 بدا النادي الاهلي يحس باهميه الكره الطايره طبعا ومشاركته فيها. وادي نرجع تاني للمباراه مع مصطفى بارسال قوي بدا ياثر بيه، ودي تعليمات بقى مدربه كابتن حسام، اثروا لي شويه بالارسال على استقبال فريق النادي الاهلي عشان نوقف الهجوم العنيف اللي جاي من على الشبكه. ما شاء الله طوال القامه متوفرين بوفره داخل صفوف النادي الاهلي. وادي برضو تعليمات من ميدو مشرحي خلى محمد عبد العالي يغير اتجاه الارسال او يجي من المنطقه العكسيه من مركز 5 ويلعب ارسال طويل في مركز 1، مصطفى يستقبله باقتدار. وادي احمد يوسف داخل واخد قرار انه يضرب في حوائط الصد وينجح فعلا انه ياخد تاتش بلوك من احمد سعيد، وبيعتذر كده احمد سعيد لزملائه لانه قرا الكوره ولكن ما عرفش ينفذ انه ياخد منه حائط صد. 2-6 الاهلي في لقاء حتى الآن أنا بعتبره من اللقاءات الممتعة ما بين الفرقتين بعد غياب طويل للديربي ما بين الأهلي والزمالك. وأدي تاني هو استقبال من محمد معوض وكرة تتشد كده من رؤوف اللي ما بيلاقيش أي حد يوقفه في حوائط الصد ويضرب كرة قوية في مركز واحد بدون دفاعات وبيسيبها كده فيتش المعد لفريق الزمالك. وبيرجع عبد الرحمن على الإرسال، وشايفين بقى قد إيه عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح واقفين في منطقة الإحماء بيستعدوا لو طلبهم مدربهم وبيشجعوا اللاعبين طبعا بفارق طبعا الخبره بقى والقدره على الاداء، وما زالوا الاثنين قادرين على العطاء وربنا يديهم الصحه لانهم طبعا مكسب للمنتخب القومي. رضا هيكل على ارسال نادي الزمالك بفارق 4 نقاط. هي طبعا للعيبه نادي الزمالك قدوا موسم صعب قوي، ولكن احتفاظهم بالمركز الثاني حتى الان يعد انجاز في ظل التغيير اللي حصل للجهاز الفني. والوقت المستقطع الفني الاول 8-3 الزمالك.
النادي الاهلي فاز ببطوله الدوري 29 مره وبالكاس 19 مره وبطوله افريقيا في رقم قياسي للانديه في العالم كله، اللي فاز ببطوله قاريه 13 مره وكاس الكؤوس الافريقيه فاز 14 مره عفوا. وطبعا المره اللي فاتت انا كنت في السعوديه فاعذروني بقى معلش لسه ما جددتش الداتا عندي. وكاس الكؤوس الافريقيه 6 مرات والبطوله العربيه فاز بيها 6 مرات. الأهلي 3 الزمالك. أحمد سعيد على الإرسال. زي ما قلنا بيلعب النهاردة من مركز 2 أحمد سعيد. وادي إرسال في الشبكة من سعيد. ما زال الفارق 4 نقاط لصالح النادي الأهلي. وارسال تاني برضو فلوتر سريع يستقبله كده رؤوف ولكن استقبال غير متقن وترجع سهله في ملعب نادي الزمالك. تتشد في مركز 4 تترفع حائط الصد ولكن دفاعات جيده من النادي الاهلي. تشد تاني في مركز 4 وادي اسقاط بقى بنقطه لاحمد رؤوف. لا الكره ممسوكه من حائط الصد فبخبرته كده لعب طبعا في صفوف النادي الاهلي ومنتخب مصر لفترات طويله وراح لنادي الجيش ورجع تاني للنادي الاهلي. ويرجع رؤوف على الإرسال. تسعة الأهلي 4 الزمالك. وأدي إرسال سهل وأدي إسقاط رائع جدا من المحترف فيتش رقم 9 من نادي الزمالك. ما كانش فيه متابعة لحوائط الصد الأهلوية. ويرجع الكرة لشهاب. إرسال فلوتر سريع واستقبال خارج 3 متر ولكن حسام بقى يعد الكرة كده في مركز 4 وضربة قوية من عبد العال في كروس الملعب مركز 5 بنقطة مباشرة. بيوجه ميدو مصلحي اي لاعب رايح على الارسال بيشوف نقط الضعف اللي موجوده وزي ما احنا شايفين على الشاشه هو بيشاور يلعب الارسال في انهي منطقه. وطبعا تنفيذ بقى للاعبين محترفين للنادي الاهلي بينفذوا التعليمات ولكن كده طلب تغيير الكره من دوله والحكم بيراجعها طبعا وركن الكره خالص وبيرجع تاني عادل على الارسال بفارق 5 نقاط للنادي الاهلي. واشاره استئناف اللعب من كابتن ايمن الذهبي. وادي كره سريعه ولكن في الشبكه من عادل. فيتش رقم 9 على الارسال. نادي الزمالك الحسيني في ارضيه الملعب كاليبرو لفريق نادي الزمالك بيبدل طبعا مع احمد عزمي. وادي ارسال فيتش في سوين كده ولكن كان سهل استقباله واتقلب في مركز 1 باقتدار لاحمد سعيد اللي طار في الهواء وضرب كره قويه جدا في ملعب نادي الزمالك. بدات المباراه ينزل رتمها شويه الى حد ما بعد فارق 5 نقاط للنادي الاهلي وبقى اللعب ما فيش السجال اللي كان موجود او ما فيش نقطه بنقطه زي ما كنا شايفين في بدايات الشوط الاول. حسام يوسف على الإرسال. 11 الأهلي 6 الزمالك. وأدي إرسال قوي واستقبال غير متقن من دبشة تترفع له تاني في مركز 2 ويضرب كرة قوية بحوائط صد رائعة للنادي الأهلي وترجع تاني للنادي الأهلي. وأدي بقى من منتصف شبكة ولكن دفاعات أيضا قوية من أحمد عزمي ومن مركز 4 ولكن أريها كويس محمد معوض ليبرو فريق النادي الأهلي. وأدي كرة من فوق حوائط الصد تاخد إيد فيتش وتطلع خارج الملعب. محافظ النادي الأهلي على تقدمه حتى الآن بفارق 6 نقاط 12-6. ومازال الإرسال مع حسام.
كان تعرض النادي الاهلي كده في 2015 2017 بانتقال بعض نجومه الى صفوف نادي طلائع الجيش، طبعا زي احمد صلاح وعبد الله عبد السلام والحسيني وعمر نجيب وممدوح عبد الرحيم ومحمود رؤوف ومحمد الكومي، كل دول اتنقلوا لصفوف نادي الجيش وعملوا فارق لنادي الجيش. طبعا مع احترامنا وتقديرنا لقيادات نادي الجيش وفوزهم بالدوري سنتين او ثلاثه مع بعض. وفي 2017 رجع تاني بقى 2017 2018 تسيد النادي الاهلي بفضل العناصر اللي بدات تطلع من داخل صفوف النادي الاهلي واللاعبين اللي دعم بيهم صفوفه، ويرجع تاني اللاعبين المخضرمين لصفوف النادي الاهلي. طبعا احمد صلاح وعبد الله عبد السلام موجودين الان داخل صفوف النادي الاهلي. دبشه على الارسال مصطفى، طبعا ده كلمه الشهره بقى او اسم الشهره بتاعه، وادي كره كده بجمله ولكن ما يراهاش احمد سعيد ويحاول يتصرف فيها، وزي ما احنا شايفين الكره بتنزل بسهوله قوي بدون وجود دفاعات او تغطيه على حوائط الصد في ملعب نادي الزمالك. والمباراه بدات تاخد شكل سهل شويه او طابع السهوله من جانب النادي الاهلي، 13-7 بفارق 6 نقاط ما زالوا محافظين عليهم، ولكن خارج الملعب يا عبد العال. يرجع محمد مجدي سنتر البلوك، نزل مكان شهاب، نزل مكان احمد محسن، عفوا محمد محسن، وادي كره كده سريعه من الارسال ولكن دفاعات قويه لمجدي، ترجع في مركز اربعه لاحمد يوسف، برده حب يختار ايد حوائط الصد ولكن قلشت منه الكره كده بخارج الملعب. 14 الاهلي 8 الزمالك، وبدا ينام معانا اللقاء، حتى حماسنا احنا للقاء بدا يقل شويه. طبعا المنافسه خلاص ما بقتش موجوده في الصوت ده، بقى الاهلي فارق 6 نقاط، معنى كده ان المنافسه تعتبر شبه انعدمت. وادي لمس شبكه هنا من احمد سعيد يعتزل لزملائه، وبيرجع تاني الارسال لهيكل. 9 الزمالك 14، هل بقى الزمالك هيعود تاني ويعمل ريكفري سريع لنفسه ويعود لاجواء اللقاء، ولا هيكملها الاهلي في الشوط الثاني على نفس الفارق في المستوى وفي النتيجه؟ وادي ارسال قوي بنقطه مباشره، اول ارسال بنقطه مباشره في اللقاء من هيكل لاعب نادي الزمالك، ولو لعب بالريسك ده وقدر يتوفق في الارسالات هتكون مشكله لاستقبال النادي الاهلي، ولكن طبعا نتمنى العوده سريعا والمحافظه على الفارق اللي كان موجود. 14 الاهلي 10 الزمالك، ورضا هيكل تاني، وادي ارسال برضو بريسك عالي ولكن استقبال المره دي في الملعب، ومن اربعات وبدا ياخر بقى مصطفى في مركز 6 اللي بتترفع كده كوره في المنطقه الخلفيه في ايد حائط الصد وخارج الملعب، وادي الزمالك بدا يفوق تاني. وسمعنا من هنا ولا ايه من قناه النادي الاهلي وقال لا انا لسه موجود في اللقاء، الفارق قللته لثلاث نقاط، هل هيكمل على كده ونشوف منافسه تمتع جمهورنا واحباء الكره الطائره، ولا هينتهي اللقاء على ايه؟ ما زال هيكل على الارسال، ثالث ارسال ليه. ارسال قوي واستقبال رائع المره دي، وادي بيعكس كده الكوره وبيسقطها احمد سعيد على طريقه البيتش فولي، وترجع تاني لحسام وتتشد تاني لاحمد سعيد اللي ما بيلاقيش اي صعوبه في انه يطلع بارتقاء عالي جدا ويضرب من فوق حائط الصد احمد يوسف من مركز 2. يرجع سعيد على الارسال، بيلعب ارسال فلوتر الوزن سريع المره دي، واستقبال خارج الملعب يا مصطفى خارج 3 متر، وبتشد لاحمد يوسف اللي بتاخد منه بلوك ولكن خارج، بيشاوروا كده خارج حدود الملعب ولكن الحكم شايفها اكتر داخل الملعب، ويتسع الفارق مره اخرى لخمس نقاط في الوقت المستقطع الفني الثاني. نفكر حضراتكم ان الفريق الاهلي فاز في الشوط الاول 25-19،
ومازال في الشوط الثاني ومتقدم حتى الآن 16-11. ما ننساش بقى اللاعب عبد الله عبد السلام، اللاعب الوحيد اللي احترف في ترافيزو الإيطالي في موسم 2008-2009، وطبعا عاد بعد كده لمصر وكان إضافة جيدة جدا فترة احترافه داخل الدوري الإيطالي. بنرجع لأحداث اللقاء والشوط الثاني 16 الأهلي 11 الزمالك. على إرسال أحمد سعيد، إرسال فلوتر مع الوزن واستقبال جيد المرة دي، وأدي اللي هيكل في المنطقة الخلفية، ولكن دفاعات قوية من حسام بعد ما يقرا الكورة كده، وأدي أحمد سعيد برست إيديه، ودفاعات تاني من نادي الزمالك، وسجال ما بين الفرقتين بيحاول عليها إسقاط، ولكن تشد تاني في مركز واحد ما كانش رجع لها رضا هيكل، وتتشد بقى مركز أربعة عابرة للقارات كده زي ما بنقول، وتاني كرة سجال عمالة رايحة جاية ما بين الفرقتين بيحاولوا يتداولوا اللعب، ولكن طبعا حفاظا على النقطة. وادي كرة بقى برفع غلط، ولكن الحكم وقف اللعب في إصابة، سلامات لأحد لاعبي نادي الزمالك، هنشوف رقمه رقم 17 رضا هيكل. سلامات يا هيكل، إن شاء الله تكون بسيطة، إحنا في ختام موسم، وطبعا اللاعبين مجهدين خلال بقى الفترات السابقة اللي فاتت. بيطمن عليه طبعا بروح رياضيه لاعبي النادي الاهلي، ومعاهم الدكتور حسام عبد العزيز وكابتن عماد ناصر وجهاز النادي الاهلي كابتن ميدو مشلحي وتامر مجدي، كلهم حوالين اللاعب. طبعا اللاعب بالنسبه لنا يعتبر ثروه قوميه للمنتخب الوطني، وهو ده هدف الدوري المصري. وطبعا الكابتن محمود جمعه، تحية طبعا لهيكل بقى على جهده، وبنقول له سلامات، ان شاء الله نطمن عليه كده بعد اللقاء ويكون سليم 100%. بيزك كده زكة خفيفة، نطمن بس جمهورنا وجمهور نادي الزمالك الشقيق الحبيب ان اللاعب الحمد لله هي مجرد بس هتلاقيها سبرين انكل خفيف او التواء خفيف بالمفصل. يدخل بقى جبل داخل الملعب، محمد جبل، بعد ما لف لفة كده محمد جبل استقر فيها في صفوف نادي الزمالك. طبعا هتبقى كره معاده لان الحكم هو اللي وقف اللعب، لان هدف الحكم هو الحفاظ على سلامه اللاعبين، وادي اول كره تترفع لجبل، ولكن طبعا نوت باس بيحسبها الحكم، يعني ما تعديش الحافه العليا للشبكه، اتضربت كده في الواير بتاع الشبكه، خدت ايد احمد رؤوف، ولكن طبعا قانونا تتحسب لنادي الاهلي 17-11، ويعود تاني الفارق 6 نقاط. هل بقى إصابة هيكل هتعمل دروب في ملعب نادي الزمالك ولا إيه؟ وأدي كرة تانية من جبل خارج الملعب، بيدعم بيها تقدم النادي الأهلي ب7 نقاط، والشوط على الورق دلوقتي رايح للنادي الأهلي، ولكن طبعا الكرة الطايرة لا تعرف المستحيل. وأدي بقى تعليمات ميدو مشلحي، واحمد سعيد ما زال على الارسال، واستقبال غير متقن من عزمي، وترجع كده كره سهله في ملعب النادي الاهلي، هنشوف الهجوم اللي جاي عليها ايه، وتتشد مركز اربعه، حاسس ان بقى في اداء بسهوله، ولكن في لمس شبكه من حوائط الصد الزملكاويه. زي ما قلنا لحضراتكم خلاص رايح الشوط للنادي الاهلي، ولكن طبعا مستنيين بقى استفاقه تحصل في صفوف نادي الزمالك. الاهلي 19 الزمالك 11، واحمد سعيد ارسال سهل يا احمد، وتتشد في مركز اربعه لاحمد يوسف اللي بيتاكد منه حائط صد من العملاقين دوله وحسام معد النادي الاهلي. 20-11، نستأنف مجريات الشوط الثاني، مازال أحمد سعيد على الإرسال،
وادي كره في مركز واحد، ولكن جبل بيشقطها كده في الملعب، يتاخر فيها محمد عصام عوض. النقطه 12 للزمالك. ارسال مع الوزن، ولكن استقبال جيد المره دي، وتتشد في مركز اربعه، ولكن حوادث الصد كانت قويه المره دي من المحترف فيتش وشهاب. ما زال عمر عرابي على الارسال، وهو نازل كلاعب بديل لمهاره الارسال. ارسال سريع ولكن استقبال جيد ورائع، وضربه قويه في اللاين اللي ما فيهاش اي دفاعات من فريق نادي الزمالك. بيتفرج عليها جبل بعد ما بتعدي من فوق حائط الصد او من جنب الايد الخارجيه كده لحائط الصد فيتش. رؤوف على الارسال. ارسال سهل ولكن استقباله غير متقن، ترجع كده كره سهله هيشكل منها ازاي حسام، والمنطقه الخلفيه لاحمد سعيد اللي كشف بيها الملعب خالص حسام. كورته اللي قلبها في مركز واحد ما بيلاقيش حائط صد، والدفاعات ما بتكونش اتمركزت، وبيرجع بالنقطه 22-13، ووقت مستقطع طلبه نادي الزمالك. زي ما احنا شايفين الكابتن ميدو مصلحي بيبدا يحافظ على ثبات الانفعالي لفرقته، ما تحاولش تستهتر باللقاء، وبيحاول دلوقتي طبعا يفهمهم ان لسه اللقاء ما انتهاش، والديربي بينتهي عند صفاره الحكم بعد فوز وتألق من النادي الاهلي حتى الان بواحد لا شيء في الاصوات، و22 13 بفارق نقاط اظن انه مش هيتعوض من نادي الزمالك في الشوط الثاني، على امل انه يرجع بقى للقاء مره ثانيه في الشوط الثالث ويمتع الجمهور ومحبين محبي الكره الطائره اللي ملتفين حوالين شاشه قناه النادي الاهلي. مع استقبال متقن، وادي في مركز اربعه كره كده كانت مقطومه شويه يضربها مصطفى دبشه في مركز سته اللي ما لقاش فيه حوائط صد او دفاعات. بيرجع الارسال لشهاب من الزمالك. شهاب الدين طارق رقم خمسه 14-22، وبيكمل بقى شهاب السيناريو وبيوسع الفارق مره ثانيه لتسع نقاط لصالح نادي الاهلي، صعب جدا تحقيقهم في الشوط الثاني. وهل بقى هيقدر الكابتن حسام يعمل ريكفري كده لعيبته سريع عشان يرجعهم ثاني للقاء ولا ايه؟ هنشوف بعد انتهاء الشوط الثاني. وادي حائط صد بيزود بيه الفارق ويقرب النادي الاهلي بفارق نقطه واحده عن النهايه، ومازال دوله على الارسال. ما شاء الله دولة 2 متر 11 زي ما قلنا من عمالقة النادي الأهلي القادم من سموحة. أدي إرسال تاني سهل مع استقبال جيد وللمنطقة الخلفية، جبل بيضرب فيه حائط الصد كان مشهور بيها الكرة دي، جبل يضرب بره كتفه كده في إيد الخارجية لحائط الصد ويحصل على نقطة. وبيرجع فيتش على الإرسال، ما كانش مؤثر تماما في نزوله في الشوط الثاني، بل بالعكس الفارق زاد جدا بعد ما كان الزمالك ند للأهلي في بدايات الشوط الأول. بدأ الشوط بفارق خمس نقاط خمسة لا شيء، وبدأ يتسع الفارق حتى وصلنا للنقطة 24-15. وادي أشرف نزل بقى محل فيتش، وكرة في المنطقة الخلفية بكل سهولة في ايد حوادث الصد من أبو الهول تنزل في قلب ملعب نادي الزمالك، و2 لا شيء 25-15 للنادي الأهلي. التكهنات اللي بنشوفها دلوقتي بنقول بقى هل يا ترى هيعمل زي ما اتفقنا مع بعض ريكفري الكابتن حسام ويرجع فرقته للقاء، لان طبعا نتيجه 3-0 برضه هتبقى تقيله على نهايات نادي الزمالك في الدوري
المصري ل 2018 2019 ولا هيسلم بقى اللقاء كده بالنتيجه دي. اظن نادي الزمالك يعمل له استفاقه وينزل بمنتهى القوه والحماسه من بدايه الشوط الثالث على امل التعويض او حفاظا على ماء الوجه زي ما بنقول، ومحاول بقى طبعا الاهلي انه يدعم صفوفه اكتر بادخال بقى مزيد من الجمل الهجوميه على الشبكه ويزود بيها حسام الفارق من البدايه، ولا هيحصل ايه؟ ده هنتابعه مع حضراتكم على قناه النادي الاهلي نادي القرن في بدايات الشوط الثالث للمباراه وبعد تقدم النادي الاهلي 2-0. يشير الحكم باستئناف مجريات المباراة وبداية الشوط الثالث بعد تقدم النادي الأهلي بشوطين مقابل لا شيء. هل هتنتهي المباراة سريعا بنتيجة 3-0 ولا الزمالك ليه كلمة تانية؟ طبعا كلنا بنتمنى فوز النادي الأهلي بنتيجة اللقاء 3-0، ولكن طبعا للمتعة بقى والإثارة في نهائي أو في الديربي ما بين الأهلي والزمالك نتمنى إن الجمهور يسعد باللقاء. الشوط الثالث والنادي الاهلي نادي القرن، والفريق طبعا المتميز بجهازه الفني والاداري تحت قياده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وادي استقبال خطا في النقطه الاولى من فريق الزمالك بعد ارسال قوي جدا من عادل اللي بدا كده دوران على الارسال. 1-0 للنادي الاهلي. ارسال تاني من دولة سريع، وادي برضه استقبال خطا للمره الثانيه، وبيشوف كده حسام بيتعملق ويحط كوره، ولكن ادي بقى خارج الملعب 2-0. وزي ما اتفقنا مع حضراتكم الاهلي هيزود بقى جمله الخططيه سواء في الهجوم او الدفاع.
واستقبال رائع من محمد معوض وضرب قوي جدا ولكن خارج حدود الملعب. شد حنا شويه يا رجاله. لاول مره يتقدم فريق الزمالك 5-4 في الشوط الثالث. تاني محمد عبد المحسن ولكن في الشبكه المره دي محمد خارجه من ايديك شكلها باين. وبيرجع كده دوله في ارضيه الملعب ويرجع عبد الرحمن على الارسال. عبد الرحمن سعودي اثبت وجوده بكفاءه بعد طبعا بقى في ظل وجود دوله وحليمه ولكن طبعا عبه اتصاب ولسه عامل عمليه امبارح نتمنى له السلامه. وادي عبد الرحمن كرة كده سهله عبد الرحمن وادي كوره بتتقلب من اشرف ولكن بقى دفاعات قويه عبد الرحمن عوض الارسال السهل اللي لعبه وتاني ولكن هنا حسب كره محموله الكابتن ايمن الذهبي. وتاني تقدم 6-5 الاهلي. ارسال قوي من جبل ياخد الشبكه ونحاول عليه كده فريق الاهلي ومن المنطقه الخلفيه بمنتهى القوه من عبد العال بيصلح الخطا اللي حصل من الاستقبال ونقطه للاهلي 6-6 الزمالك. ويرجع احمد سعيد على الارسال. يلا يا احمد زي الشوط اللي فات كده وقفت 5 نقط على الارسال. بيلعب ارسال موجه خططي وادي فعلا واستقبال هنا رائع وادي اشرف بيحاول على اسقاط ولكن ترجع لنا بسهوله ومن مركز 4 بتضرب في الزاويه الحاده وفي دفاعات قويه من نادي الزمالك تدل على المنافسه وادي ترجع تاني لمركز 4 ولكن بقى فين ضرب برضو قوي من لاعبي النادي الاهلي وبدا كده الجيم يعلى شويه الريتم بتاعه وطبعا هي منافسه ولكن احنا طبعا بنقول للاعبي النادي الاهلي شد حيلكم شويه محتاجين 3-0 يا رجاله. عمر عرابي يرجع على الارسال. ارسال فلوتر مع الوزن سريع جدا ولكن استقبال رائع من رؤوف وهيضرب في اللاين ولا ايه فعلا وفيها حوائط صد ولا ما فيهاش؟ لا ما فيهاش. ايمن الذهبي بيقول خارج الملعب والتقدم في التكنيكال تايم اوت او الوقت المستقطع الفني الاول في الشوط الثالث للزمالك 8-6. اول تقدم للزمالك. اكيد الكابتن ميدو مصلحي هيبدا بقى يعمل ريكفري وينشط اما فرقته بتغييرات من خارج حدود الملعب او هيبدا يحسس اللاعبين باهميه اللقاء واهميه الشوط الثالث ولازم يرجعوا بسرعه للقاء عشان نحتفل كلنا مع قناه النادي الاهلي بفوز مستحق للنادي الاهلي ببطوله الدوري الممتاز 2018-2019 ونحتفل طبعا ببطوله خاصه ما بين قطبي الرياضه المصريه النادي الاهلي والزمالك مع احترامي طبعا لكل الفرق اللي بدات تظهر على الساحه زي فريق سموحه فريق الجيش طلائع الجيش فريق سبورتنج الفرق اللي موجوده داخل الثمانيه الكبار طبعا لهم كل التقدير وكل التوفيق مع امنياتنا وامنيات قناه النادي الاهلي. ارسال مع الزمالك في النقطة الثامنة بفارق نقطتين عن النادي الأهلي. آدي ارسال فلوتر سريع واستقبال غير متقن خارج الملعب. ارساله سريع جدا عمر عرابي. هل هيأثر على استقبال فريق النادي الأهلي؟ ما أظنش إن شاء الله يعملوا ريكفري نفسهم ويرجعوا للقاء بسرعة. فارق 3 نقاط لأول مرة في اللقاء. عمر عرابي قاوت خارج الملعب حسدناك يا عمر ولا ايه؟ ويرجع رؤوف على الإرسال. اللاعب رقم 7 من نادي الأهلي محمود رؤوف. إرسال سريع برضه وموجه ولكن استقبال جيد المرة دي من عرابي وأدي من منتصف الشبكة كان لازم نسلم المال لبعض يا هشام يا يوسف ونحاول نعمل شويه اسيستنت بلوك او هيلبر بلوك نساعد السنتر معانا لان هو بعد عنه في الوان اوبن او البي.
الزمالك 10 الاهلي 7. وادي ارسال من ابو الهول واستقبال رائع من معوض وكره ثانيه قويه من عبد العال تاخد ايد حوائط الصد وتطلع خارج الملعب يعدل بيها النتيجه عبد العال للنادي الاهلي 8 10 الزمالك. وعادل بياخد تعليمات الارسال من الكابتن ميدو اللي بيشاور له كده من جنب ايده العب في انهي مركز ولعب فعلا في مركز واحد او في البتين ما بين 5 و6. وادي كره قويه ولكن خارج الملعب 9 الاهلي 10 الزمالك وبادئ برضه يشاور له بيقول له العب في البتوين الاشاره احنا شايفينها يعني يلعب ما بين الاثنين اللاعبين المستقبلين زي ما عمل كده بالظبط. وادي هنا استقبال جيد ومن مركز 4 ولكن فين بقى الدفاعات رؤوف الله عليك وتتشد في مركز 4 ويحاول كده عليها دفاعات نادي الزمالك وتاني مركز 4 نادي الزمالك ولكن ضربه قويه بيكون سحب فيها عبد الرحمن شويه وفتح الزاويه. وادي التعليمات المستمره من الجهاز الفني للنادي الاهلي ونادي الزمالك لاحساسهم طبعا بالاهميه الخاصه اللي بتنول اللقاء. اشرف ابو الحسن 11 الزمالك 9 الاهلي. وادي كره كده سريعه مع استقبال غير متقن ولكن هيعوضها احمد سعيد ولا ايه؟ وادي دفاعات قويه جدا وممتعه للنادي الاهلي وتاني من مركز 4 وادي دفاعات ثانيه ومحمد معوض الله عليك بيحاول فعلا يطلع الكوره اللي اتاخدت من عبد العال ولكن ما بيحلفوش فيها الحظ ويخسر النقطه. تاني ارسال من اشرف مع استقبال جيد المره دي وكره من منتصف الشبكه ودفاعات او تغطيه على الضارب ولكن غير ناجحه. لازم يتدخل بقى كابتن ميدو مصلحي دلوقتي بعد ما اتسع الفارق لاربع نقاط ويحاول كده اما بالتغيير داخل صفوفه او بواخد تايم اوت وده فعلا اللي حصل وهيبدا بقى فنيا يتكلم مع لعيبته ويشوف الخلل ظاهر فين ويعالجه. طبعا كابتن ميدو مصلحي بجهازه الفني مدرب قدير وحصل لبطولات عديده على مع النادي الاهلي سواء لاعب او مدرب. ينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه النادي الاهلي ونعود للقاء. وطبعا بنذكر حضراتكم ان صاله هيئه قناه السويس هي اللي بتستضيف النهائيات. كل الشكر والتقدير طبعا للقائمين واداره هيئه قناه السويس. وادي تغيير هنا بيحصل على نادي الزمالك بينزل اللاعب المحترف رقم 9 على الارسال فيتش عشان يحاول يأثر شوية على استقبال النادي الأهلي بعد ما متقدم 13-9. فيتش على الإرسال إرسال مع الوزن ولكن في الشبكة اظن ان مش توقيته خالص ولكن طبعا الرؤيه بترجع للمدير الفني. وحسام يوسف على الارسال بيلعب حسام ارسال قوي مع الوزن هيجيب بيه ايه وفعلا ارسال قوي لكن وجهه المره دي في مركز واحد على مصطفى عشان يعطله في الهجوم وده حصل. وادي دفاعات بتتاخد من جبل من رؤوف وتاني من حائط صد ثلاثي وكره كده اللي فيها لخبطه شويه ولكن طبعا بيحسبها حكم اللقاء ايمن الذهبي. كره محموله على اللاعب محمد عبد المحسن وبدا الفارق يقرب شويه بعد التايم اوت اللي طلبه الكابتن ميدو مصلحي وبدا يعدل فيه شكل فرقته ويحمسهم طبعا لاهميه اللقاء. وادي بفضل الارسالات القويه لحسام يوسف الكره بترجع مركز 4 ولكن في بطن الشبكه وبيمد ايده كده فيها سعودي بيحاول ياخد طبعا حائط الصد من جبل ويقرب الفارق لنقطه واحده بعد ما كان 4 نقط. وده بقى اصرار وقوه واراده الفانيلا الحمراء نادي النسر المحلق اللي ليه كده طرفه معانا هنقولها لكم في اول توقف.
وادي حسام بكره قويه ولكن استقبال غير جيد، ومصطفى بيضرب كده ايده رجل زي ما بنقول، ما بيهموش حاط الصد، بياخد بيها نقطه للزمالك 14-12. وادي تغيير بقى زي ما قلنا وزي ما اتفقنا مع بعض ان كابتن ميدو مصلح تدخل فنيا بطلب تايم اوت او وقت مستقطع عدل بيه شكل الفريق، ونزل بقى عنصر من عناصر الاجاده والخبره وهو عبد الله عبد السلام. مش هنقول في فرق كبير ما بين عبد الله وحسام، ولكن هنقول طريقه القياده وطريقه تشكيل الجمل الهجوميه مختلف، وده اللي محتاجه كابتن ميدو دلوقتي، لان فرقه الاهلي بدات الى حد ما يتحفز طريقه هجومها على الشبكه، وهنشوف بقى ده هيسفر عن ايه. وادي هنا دفاعات قويه ولكن طبعا غير موفقه من نادي الزمالك، ومازال بيقرب معانا الفارق لنقطه واحده 13 الاهلي 14 الزمالك. وادي عبد العال بياخد تعليمات الدفاع وتعليمات الارسال من ميدو مصلحي، طبعا مع حفظ الالقاب. وادي هنا ارسال موجه برضه ولكن على الليبرو، واستقبال غير جيد بيقلبها معد الفريق، وفيها لمس ولا ايه ما فيهاش. والحمد لله نرجع تاني لاجواء بقى اللقاء ب 14 الجميع، ونقول لكابتن ميدو مصلحي نجحت في التايم اوت اللي اخذته في توقيت يعتبر مناسب جدا، ونجحت في التغيير لعبد الله عبد السلام لسه ما اديناش حاجه، ولكن هو كقياده داخل الفريق بيدي ثقه واطمئنان لفرقته. 15 الزمالك 14 الاهلي، ويرجع محمد عبد المحسن على الارسال. ارسال قوي وسريع واستقبال من معوض رائع، وكره كده بيرفعها عبد الله باقتدار لاسلام ولسعودي، ولكن طبعا الحكم بيشير خارج الملعب، والفارق نقطتين مره ثانيه في التايم اوت او الوقت المستقطع الفني الثاني. قصه الشعار اللي كنا قلناها زمان لجمهورنا الحبيب للنادي الاهلي النسر المحلق اللي بدات في 3 نوفمبر 1917، وكان بقى محمد شريف صبري بيك هو اللي صمم الشعار ده، وكان عباره عن شكل بيضاوي وكان عليه ساعتها تاج الملك المصري، وفي الاسفل كان مكتوب النادي الاهلي، وطبعا في الوسط كان النسر المحلق. وفي 1952 طبعا رفع بقى النادي الاهلي التاج عن الشعار واقتصر على النسر المحلق، وبعدها جه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قبل الرئاسه الشرفيه للنادي الاهلي في 17 يناير 56، وده كان تقدير للدور الوطني اللي لعبه النادي الاهلي وقتها في مسانده الثوره وتدريب الفدائيين في ذلك الوقت. وطبعا اعلن بقى في المئويه شعار جديد، ولكن هو بتغيير بسيط جدا بكتابه نادي القرن اسفل شعار النادي الاهلي. ارسال الزمالك بعد انتهاء الوقت الفني المستقطع الثاني، وادي استقبال غير متقن، وخبره عبد الله بيحط كده كوره بينقذها بقدر الامكان، وادي حوالي صد قويه وكوره خارج حدود الملعب ما فيهاش ملامسه، ولكن طبعا الحكم شايف اكتر الاثنين، الحكم المساعد كابتن وائل انديل وايمن كابتن ايمن الذهبي بيشيروا بلمس، وهنا عبد الله بقى بيمارس حقه القانوني في الاستفهام او الاستفسار من الحكم كرئيس للفريق او ككابتن للفريق داخل الملعب، ولكن طبعا الحكم شايف ومش هيرجع في قراره. يا عبد الله حاول بقى تشد من اذر زملائك شويه، ياخروا شويه في حوائط الصد، لان فرقه الزمالك واضح ان هي بدات تضرب على حوائط الصد في الاطراف الخارجيه لحوائط الصد عشان ياخد نقطه سهله، وكتر المناقشه مش هيجيب نتيجه، ولكن طبعا دي خبره عبد الله انه كده اكنه خد تايم اوت بمناقشته للحكم القانونيه، وقف فيها اللعب اكتر من ال 30 ثانيه اللي هم في التايم اوت اللي بيحصل عليه المدرب. و17 14 وادي هنا ارسال فعلا ونجح كده عبد الله، ونقلنا لحضراتكم هو ليه وقف اللعب، هو ما كانش هدفه الاعتراض ولكن كان هدفه انه يهدي شويه الاجواء ويهدي شويه فريق نادي الزمالك، ونجح فعلا باقتدار في اداره فرقته داخل الملعب، وده اللي كنا بنقول عليه من خبره واقتدار عبد الله عبد السلام. وادي ارسال قوي هنا ومؤثر فعلا، وكره في مركز اربعه بحوائط صد قويه
وزي ما قلنا هو اللقاء بدا تاني يتجه للنادي الاهلي نادي القرن بفارق نقطه واحده مع ارسالات قويه من عبد الرحمن سعودي، وحوائط صد بدات تركز على لاعبي نادي الزمالك. تاني سعودي على الارسال، ارسال قوي وسريع، استقبال جيد من مصطفى، وكره تقلب كده لجبل يضرب ببره جسمه من بين حائط الصد او من بره حائط الصد بنقطه مباشره. بيحاول كده مصطفى يفوق فرقته، ولكن بقى الاهلي نادي الاهلي ليه كلمه ثانيه بفارق نقطتين كده، هيعمل ريكفري هو كمان سريع ويرجع عشان يفوز باللقاء 3-0، ولا هيبقى نجح فريق الزمالك في انه هو يعود للمباراه؟ هنشوف من خلال النقط اللي متبقيه في اللقاء. وادي هنا ارسال سهل واستقبال جيد، وكره بحائط صد مش وقتها انها تتاخد مننا يا احمد يا سعيد، كان لازم نبص على حوائط الصد عشان الفارق ما يتسعش. تاني جبل على الارسال رقم 3 من نادي الزمالك. ارسال مع الوزن قوي واستقبال غير متقن، بيروح على طول لنادي الزمالك وتتشد في المنطقه الخلفيه، بيضرب برده في التاتش اللي قلنا عليه ان لازم حوائط الصد، وهتاخد طبعا تعليمات بقى من الكابتن نجم شلحي ان يتاخر حوائط الصد عشان دلوقتي ما بينش ايديا للضارب لانه بيضرب في اطراف حوائط الصد وبياخد نقط سهله. والوقت المستقطع الثاني اللي طلبه الكابتن ميدو بعد توسيع الفارق لاربع نقاط، و بيحاول يعدل من اسلوب اداره فرقته داخل الملعب فنيا. وهل هيضطر بقى لمشاركه احمد صلاح برغم اصابته، مع العلم ان احمد صمم قبل اللقاء انه يكون موجود في اللقاء ويلعب اللقاء، ولكن طبعا حرصا بقى ان احمد صلاح من الثروات القوميه للمنتخب القومي، بنحاول كده نحافظ عليه لان الاهلي بقى بطل الدوري، وبرده وجود محمد عبد المنعم واصابته بنزله برد، وفي بعض اللاعبين داخل حدود الملعب برضه عندهم نزلات برد، ولكن طبعا لازم يستحمل لان احنا في نهايه موسم، وطبعا المدرب بتبقى اوراقه هي اللي موجوده تحت ايديه بيحاول يستغلها عشان يفوز باللقاءات. وبالتوفيق الكامل كده للنادي الاهلي بعد بقى استرجاع الشوط ده ولا ايه. وادي عبد الله هنا بيحاول على كره كانت عابره للحافه العليا للشبكه، ولكن بيتسع بيها الفارق، وشكل الشوط رايح للنادي الزمالك، وبيحاول بقى الكابتن هيثم كده حامل الرايه يعدل شويه من الانتنه، وطبعا كانت اتعرضت للميل الخفيف، وبيرجع تاني لاجواء اللقاء بفارق اربع نقاط، خمس نقاط لنادي الزمالك. وما زال مصطفى على الارسال، وادي تاني استقبال خاطئ برضه زي ما قلنا على الورق يعتبر الشوط رايح للاعبي نادي الزمالك بفارق ست نقاط. هل في تعديل بقى هيتم من الجهاز الفني للنادي الاهلي بعد ما خلص الوقت المستقطع بتاعه؟ ليه اتنين وقت مستقطع داخل الشوط، ولا هيتم التعديل من داخل التغييرات داخل الملعب؟ وادي هنا كره ضايعه من الزمالك على ارسال احمد سعيد، بيلعب ارسال خططي مع الوزن فلوتر، وفعلا ارسال موجه ولكن استقبال جيد المره دي، والمنطقه الخلفيه برضو بيطلبوا كده تاتش ولكن طبعا خارج الملعب زي ما اتفقنا ان هم وادي اصابه ثانيه. سلامات للاعبي نادي الزمالك رقم 3 جبل ماسك كتفه، كان عنده مشكله قبل كده في كتفه. طبعا نهايه موسم وتغيير جهاز فني قبل نهايه الموسم، طبعا الاحمال بقى بيبقى عليها دور، وما نعرفش دلوقتي الاحمال بتاعه الفرقه واصله معاه لايه، ولكن كان بيحاول الكابتن حسام ان هو يلم فرقته في نهايه السيزون. وادي بقى دخل الملعب الكابتن عماد ناصر بيطمن على اللاعب بتاعه. سلامات للاعبي نادي الزمالك، وخرج اللاعب ولا هيكمل ولا ايه، ولكن هم ماسكين كتفه شكل اصابه قديمه وردت عليه. طبعا اي لاعب في ارض الملعب بيمثل بالنسبه لنا ثروه للمنتخب، بالاخص من نادي الاهلي او نادي الزمالك او الانديه اللي بدات تظهر على المنافسه زي سموحه والجيش وسبورتنج والطيران. وطبعا مع احترامي للجميع عشان ما ننساش حد، ولكن طبعا عارفين ان في اسس ومعايير بتطبق داخل الانديه الكبيره بيتم على اساسها تدريب وتنظيم الاحمال وتخطيط الاحمال للاعبي الفرق.
استئناف اللقاء والشوط الثالث، والاهلي متاخر بالنتيجه في الشوط الثالث بعد تقدمه 2-0 واحمد سعيد، ولكن طبعا الحكم الثاني ادى صفاره كده مستني يشوف دوران فريق الزمالك ولا ايه، بالاخص ان في تبديل اضطراري حصل ولا اللاعب مازال داخل الملعب. لا، اللاعب اتبدل فعلا، فبيطلبوا بس الدوران او يتاكد هو من دوران اللاعبين. وبرده دي خبره بيوقف بيها الملعب شويه لاعبي نادي الزمالك عشان يحرموا لاعبي النادي الاهلي من الاستفاقه اللي حصلت لهم ومحاوله تقريب النتيجه. وادي الكابتن ميدو بقى فاهم طبعا الكلام ده وبيداعب كده الحكم الدولي وائل انديل وبيقول لهم ما كده وقفوا اللعب قوي، يعني مش لحقهم واحنا معانا الارسال، لان اللاعب يطلب الدوران وهو معاه الارسال طبقا للقانون. ادي احمد سعيد على الارسال، 18 الاهلي 22 الزمالك، وكره كده فيها بايلاك شويه ومركز اربعه ودفاعات ولكن غير متقنه، وبيفوقوا بعض كده لاعبي نادي الزمالك، ولكن بقى احنا محتاجين الفوقه دي من لاعبي النادي الاهلي. حمسوا بعض كده في اللقاء ويعملوا يعلوا الكيرف بتاعهم شويه. ارسال من الزمالك موجه على لاعب مركز اربعات رؤوف، وبيستقبل وبيدخل يضرب بمنتهى القوه والقدره كده على الوزن، بتاخد ايد المحترف فيتش وابو الهول سنتر بلوك لنادي الزمالك، وبيحقق بيها النقطه 19. ومش صعب ومش مستحيل ان الاهلي يعمل ريكفر لنفسه ويرجع بالصوت الثالث، فرق النقاط مش عالي قوي، بس نركز في حوادث الصد اهم حاجه. وزي ما قلنا فعلا، ولكن ادي بقى هنا فيها دفاعات فعلا قويه من النادي الاهلي، وادي كوره كده بدربكه في ملعب نادي الزمالك وتاني في حوادث الصد، ولكن يروح عليها متاخر احمد سعيد، كان متاخر شويه حوادث الصد عشان ناخد كره مباشره، وبيحمسوا بعض كده لاعبي الفرقتين. نقطه تفصل النادي الزمالك عن الشوط الثالث لتعديل نتيجه اللقاء 2-1، ولكن لسه زي ما قلنا مفيش مستحيل في الكرة الطايرة، ويقدر الأهلي يرجع في أي وقت بالشوط. إرسال مع أبو الهول، استقبال غير متقن، وترجع كده بسهولة، هترجع في ملعب نادي الزمالك، وكان فيها بايلاك شوية وتتشد أي حاجة هترجع برضو بسهولة، ولكن الشبكة بقى كان ليها كلمة تانية في انها وقفت الكورة عند ملعب نادي الزمالك وعدلت النتيجة 20-24 مع ارسالات دولة اللي ممكن تكون سريعة وقوية تؤثر على فريق نادي الزمالك، ومع وجود حوادث صد عالية قال لهم طولا بس ناحية عبد العال، ولكن عبد الله عبد السلام وعبد الرحمن سعودي من حوادث الصد المميزة. وادي هنا بقى الحظ او اللاقي بيخدم شوية محمد عادل، ووقت مستقطع بيطلبه نادي الزمالك طبعا يأثر بيه على ارسال عادل يخليه يلعبه سوفت او سهل، وطبعا يدي تعليمات بقى لفرقته تعمل ايه في الكره دي عشان تنهي الشوط. وفي المقابل الكابتن ميدو مصلحي بيقول لعادل يشتغل ازاي على الارسال، وبيقول لحائط الصد التابع الهجوم اللي جاي من فرقه الزمالك ازاي، وتعمل ازاي الدفاعات المنخفضه وتحاول تحافظ على الشوط، ويبقى الانجاز ان هو يكسب الشوط بعد تاخره في النتيجه، ويعتبر طبعا ان هو بيعلي الكيرف بتاع الفريق، حتى لا قدر الله لو خسر الشوط الثالث يبدا في الشوط الرابع بكيرف عالي. عادل على الارسال دولا، ارسال سريع فعلا واستقبال المره دي جيد، وادي كره من فوق حائط الصد، ولكن دفاعات اكتر من رائعه، وعبد العال في حائط الصد، وقلنا هو مش صعب ولا مستحيل، والاهلي قادر على انه يرجع تاني للشوط ويفوز باللقاء، وشكله كده ممكن يعملها ولا ايه، بفضل بقى توجيهات كده من جهازه الفني، وبفضل ارسالات قويه بيلعبها موجهه سريعه
عادل، وادي تاني ارسال برضو سريع واستقبال خارج الثلاثة متر، رفع لدبشه مع ثلاثة بلوك، ولكن ادي دفاعات قويه من احمد سعيد وتتشد له منطقه خلفيه ويطلع ايد ورجل بقى يطير في الهواء ويضرب كره قويه جدا في ملعب النادي الزمالك يحقق بيها النقطه 23. وزي ما قلنا لكم بنفكركم دايما ان مفيش مستحيل مع فريق القرن فريق النادي الاهلي، والوقت المستقطع الثاني اللي بيطلبه نادي الزمالك برضو تاثيرا على الارسال لمحمد عادل يحاول يخلي الارسال خفيف شويه ويقول لفرقته تعمل ايه بعد تقدم الاهلي باربع نقاط متتاليه ووصوله للنقطه 23 والزمالك باقي له نقطه واحده وينهي الشوط. ولكن طبعا رجوع النادي الاهلي في الشوط الثالث ميزه وعلامه كامله ناحيه النادي الاهلي ولاعبيه لا يعرفوا المستحيل، وهنشوف بقى النقطه دي هتسفر عن ايه بعد الوقت المستقطع. ما زال عادل على الارسال ارسال جيد المره دي واستقبال كده برضو بيحاول يدافع عن كورته، وادي نوت باص من وجهه نظري فعلا الحكم الاول الكابتن ايمن الذهبي بيشير بان الكره لم تتخطى الحافه العليا للشبكه ويعدل النادي الاهلي النتيجه 24-24. وكذب المنجمون ولا صدفوا، ولكن احنا بنقول من واقع الرؤيه اللي موجوده الفنيه داخل الملعب ان الاهلي يقدر، والاهلي فعلا قدر انه يعدل النتيجه 24-24. وادي كره هنا ولكن كانت قويه المره دي معديه من عبد الرحمن سعودي في المنطقه الخياليه تماما من حوائط الصد والدفاعات. وهل بقى هيكمل النادي الاهلي الاستفاقه اللي حصلت له وياخد الشوط ويبقى حقق انجاز داخل الانجاز وهو الفوز 3-0 بعد ما كان متاخر في الشوط الثالث، ولا الزمالك هيعمل ايه؟ وادي ارسال لفيتش واوت خارج الملعب، باين هو طالع من ايدك يا فيتش وفعلا خارج الملعب. ويرجع حسام يوسف عاده هيلعب ارسال قوي سبايك ولكن هيوجهه بريست ايديه كده في مركز واحد، هنشوف كده تعليمات مديره الفني بقى، وبيحاول هنا يقول لعصام معوض يقف في مركز 5 ولا مركز 6 عشان الدفاعات، هنشوف كده الاتفاق على ايه. وادي هنا كره قويه وبريسك عالي جدا ياخدها حسام ويعدل النتيجه للنادي الاهلي بعد تاخر 24-19 والتفوق حتى الان 26-25. وافتكروا الكلمه اللي قلناها ان النادي الاهلي ما يعرفش المستحيل والكره الطايره ما فيهاش مستحيل، وفعلا حقق المنظومه الكامله او التفوق الكامل في الشوط الثالث حتى الان 26 الاهلي 25 الزمالك. تاني حسام وكرة قوية تاني بريسك عالي ولكن استقبال معقول المرة دي، تبقى حائط الصد ولا ايه؟ ولكن في ايد حائط الصد خارج الملعب، وبدأت كده المنافسة على اشدها في نهايات الشوط الثالث بعد نزول سعودي لأرضية الملعب ابو السعود محمد رقم 4. على الارسال مصطفى، مصطفى بيلعب ارسال سهل مع الوزب كده، استقباله هيكون جيد من النادي الاهلي فعلا، وتتشد في مركز 4 ومش وقتها اسقاط خالص، عفوا للاسقاط اللي حصل من احمد سعيد كلفه التقدم للنادي الزمالك، ما كانش وقتها يا احمد سعيد كنت لازم تاخر خطواتك شويه، ولكن يلا يا رجاله شد حيلكوا شويه مش فارقه النقطه ان شاء الله نعوضها لانك عوضت الاصعب منها. تاني مصطفى على الارسال، مصطفى دبشه هيلعب برضو ارسال موجه على احمد سعيد عشان يعطله في الهجوم، ولكن المره دي تروح عند الليبرو في اقتدار كده واجاده، وادي بقى ولكن حائط صد ودفاعات منخفضه من نادي الزمالك وثلاثه حائط صد ومحاوله من حسام ناجحه جدا، وادي رؤوف ولكن يعديها سهله وترجع تاني الكره سجال ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. وخارج الملعب عايز يضرب برضو في التاتش لان ثلاثه بلوك ما شاء الله عاليين جدا، ولكن يضربها المره دي خارج الملعب. متشكرين يا ابني. وترجع بقى احمد عبد العال اهو يرجع تاني على الارسال، ترجع النتيجه 27-27 بفضل الدفاعات القويه والمنخفضه للنادي الاهلي، وادي ارسال سهل واستقبال جيد ومن منتصف الشبكه لعبد الرحمن في البتوين حته مفتوحه، قول للاعيب الخط كده ما يسحبش شويه لان البتوين مسؤوليه لاعيب الخط او لاعيب الاطراف. 28 الزمالك 27، وصحونا بقى في اخر المقطع الاخير من الشوط الثالث ارسال سهل خارج الملعب
هيكلف فرقه الزمالك هزيمته في الشوط ده ولا ايه؟ هنشوف كده. ولكن طبعا الارسالات لما بتضيع في المرحله دي بتبقى محبطه جدا للاعبين وللجهاز الفني. وهنشوف بقى التعليمات هتسرع عن ايه من ميدو مسلحي ومن حسام عبد العزيز. وادي عبد الرحمن رجع وبقى على الشبكه عدوله، وادي ارسال سريع جدا والثلاثه بلوك طالعين، وزي ما قلنا ممكن تكلف فرقته كتير قوي وتخليه يتفوق في الشوط ده. وادي هنا ميدو بيحاول بقى ينده ليه مراكز الخبره عنده عشان يشركها كده بالنقاط الاخيره، وبيعلي حوائط الصد هنا، خرج احمد سعيد ونزل مكانه عبد اللطيف عثمان لاعب الخبره المخضرم اللي بيحاول كده يعلي بيه الشبكه. هنشوف فعلا ايه التغيير ده يسفر عن ايه. وادي ارسال مع استقبال وطار في الهواء وضرب في الهواء، والف مبروك للنادي الاهلي. وزي ما قلنا العلامه الكامله والاعجاز داخل الشوط الثالث بعد تاخر 5 نقاط، يتفوق النادي الاهلي ويفوز باللقاء 3-0. الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك بطوله الدوري، بطوله افريقيا، بطوله الكاس، الف مبروك الديربي الخاص ما بينه وبين الزمالك. وبنعود بقى مره ثانيه للاستديو التحليلي وملوك الصالات الكابتن خالد العوضي. كان لي الشرف ان اكون معكم مره اخرى، وعلى امل اللقاء قادما ان شاء الله. كان معكم معلقكم عزب الشربجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.